هاد القصة في هاد الفيديو هي قصة حقيقية، ولكن ما هو مكتوب فيه شوية ديال الهزل، ولكن القصة أكرر كانت حقيقية. هذا ما التقطته عدسة كاميراتي في حي شعبي في مدينة بوغاز. عاينت كيف يخرج إلى الوجود السكن العشوائي. كانت هذه العملية هذه تمت في شهر رمضان ديال هذه السنة ديال 2017. احتفظت بهذه الصور. في الحقيقة كنت ناوي أنني نبلغ السلطات، ولكن قلت في الحقيقة ما جدوى هذا التبليغ. هذو ناس وخاصة أمام يعني سوا ديزون ضغوط ديال بعض الزملاء، قال لك غادي تأذي الناس والجار على جارو، يعني والهضرة ديالنا دائما يعني من رأى منكم منكرا فليتستر عليه. على أي أنا خرجت هاد الصور يعني باش نوعا ما غردي الضمير ديالي. كل شيء كاين في هاد الدولة. هذا النهب الصغير بيان سور، هذا سي نيجليجابل. كاين النهب الكبير اللي هو فيه الملايير، ولكن الاستنتاج او النتيجه اللي كنخرج بها دائما هو اننا شعب سكيزوفرين. اللي كتجي المصلحه ديالنا هادو دراواش، هادو مساكن خصهم يعيشوا، حتى هذاك اللي كيضرب الملاير حتى هو عاود خصو يعيش. يعني المنطق واحد. ف نظري اذا كانت شي حاجه ممنوعه راه ممنوعه على كل شيء، اذا كانت مباحه راه مباحه لكل شيء. والخطير هنا هاد الصور اللي كتلاحظوا هو انه البناء فريمون بناء عشوائي، لا خرسانه مسلحه ولا ياجوره فوق ياجوره وسرعه خارقه وهنا طبعا الصور اللي عندي والفيديو اللي كنحتفظ فيه انه كيورط اشخاص اخرين، هذا هو اللي هو خطير. ان هذا الشيء ما كيتم شيء هكذا، لان لا يعقل انك تطلع واحد الطابق وتزيد بيت في السطح، اذا ما كيشوفوا جيران، ما كيدز مقدم، ما المقدم ما كيبلغ القايد. على اي لو سيركوي راه معروف وهذا الشيء كامل حنا كنعرفوه، والعشوائيه في كل شيء. على اي هذا غير نموذج صغير، راه كتظهر مدن برمتها كتظهر بهذه الطريقه هذه، على الخصوص في فترات الانتخابيه اللي كل شيء كيعرف كيفاش كتتم هذه العمليه. حتى انه هنا في مدينه طنجه كانت كاين الحومه اربع ساعات، يعني راه صحيح يعني حومه ظهرت في اربع ساعات، يعني الناس مشاو كيجريو رمي الحبل دق الوتاد صافي هذه الارض ديالي. من بعد جاب براكه تحولت الى ياجور، وياجور احمر تمرطب، ومع المده كتظهر مدن اللي كانت قصديريه واللي طلعت بشكل عشوائي كتصبح، ومن بعد كتصبح شكايات ان المغرب في دور القصدير وكيفاش غنحاربوها. حاربها من الاساس، ما كاينش يعني القانون خصو يطبق على الجميع. وكما قال احد الزملاء، شي واحد كيبيع محتل الشارع العام، كيبيع اللي داوه للقايد، قال له هذاك ملك عام، وقال له اياه، ولكن هذه العماره هذه اللي فيها هذه الاداره هذه بنيه بلا رخصه، وتبين فيما بعد انه هذاك من العائله ديال شي سيدة خدامة عند ديك لافامي اللي هي حصلت على، يعني كان عنده يكون جوج طوابق ودار هو خمسة ديال الطوابق، هذا بشكل غير قانوني. فاحترام القانون ما إما نحترموه كاملين ولا ما يحترموه حتى واحد، هذه القاعدة اللي خصها تكون. ما يحترموه حتى واحد معناها التسيب، معناها الفوضى، يعني ما كنظنش شي واحد يقبلها. إذا الحل الوحيد هو أن القانون يسري على الجميع، والجميع بدون استثناء.
هانتوما كتلاحظوا هذا كيفاش كيجير يعني. وهذه بتوجيهات بيان سور. وعندي صوره كتورط حتى المقدم ديال الحي. ومن بعدها هو مشى للحبس، راه تحل المشكل. المشكل اكثر من هذا هذا الفريق اللي كتلاحظوا سميته انا فريق العمل الصالح، لان كل شيء احنا بالنسبه لنا اللي كيدير شي حاجه كيديرها يعني لدوائر الزمان، كيديرها للابناء ديالو، كيديرها ايوا هذا الوطن كاملين ناكلوا فيه. ايوا لك الله يا وطن. وقبل ما ننسى كنتمنى من الاخوان اللي كيبداو الملاحظات ديالهم، لا احد لك الحريه في قول ما شئت، شريطه احترام بعض القيم واللي هي قيم انسانيه، احترام الراي الاخر. مسائل ديال السب والشتم وهذا راه ما كتعطي والو، كتخلق احقاد وكتخلق. على الخصوص في واحد الفيديو كنت عملته على مدينه طنجه، وريت عطيت واحد الصوره ايجابيه يعني المناظر المزيونه في مدينه طنجه، والهدف ديالي بيان سور كان هو تشجيع السياحه للمدينه العروس الشمال. ما كنقولش ان ما فيهاش البرارك، ما فيهاش ليزاغريسيون، ما فيهاش ما يوجد في جميع المدن المغربيه، ولكن بغيت نبين على انه كاين فيها ما يتشاف. ولكن بعض الاخوان كيدخلوا في اشياء ترهات في الحقيقه، هذا احسن من هذا، مزيان هذا احسن من هذا، ولكن السب بلاش. كلمات العروبيه، كلمات الداخليه، كلمات روافة، كلمة شلوع، كلمة هذه. الله يخليكم، اللي بغى يدير شي ملاحظة يديرها، ولكن احترام الطرف الآخر، الحاجة اللي غادي تجرح ما عندنا ما نديرو بها. اوكي، وجيسبر تكونوا كتمتعوا بهذه الصور وانتم كتلاحظوا. فريق هانتوما كتشوفوا انه مختص، واحد كيجير، واحد كيمرطب، واحد كيدير الضاله، واحد كي وما كملت لكمش يعني الصوره، ولكن ممكن في الشوط الثاني كيف اصبح هذا المنزل. وربما غادي يجي شي واحد مسكين غادي يجي يشريه. بقات بيان سور بقات المساله ديال الكواغطه، هذيك الكواغطه هي عندها حل، كل شيء عنده حل في المغرب مادام ان هناك زرقاله في ريال وهذا ديالنا وهذا مجيت فلان فضروري غادي يكون حل. ما يمكنش دار تبنات وتسكنات وغادي ديالها غادي تصوب كيما تصوب يعني الديور المجاوره كلها، يعني واحد 80 ولا 90% كلها طالعه بشكل غير عشوائي، يعني بشكل عشوائي بغيت نقول غير قانوني. تحياتي والى فيديو مقبل بحول الله. تشاو.